في سؤال، لو أي حد عنده أسئلة ممكن يبعتها لنا أو يسألها. بيقول في سفر أيوب كان هناك لقاء للرب مع الملائكة، ولكن كيف تجرأ الشيطان ودخل لهذا الاجتماع؟ وهل له صلاحية الحركة في السماء؟ طبعا لازم ناخد بالنا ان الله ليس ذو طبيعة بشرية، يعني مش وجود لإلهنا والشيطان في مكان كده وربنا دخل في المكان والشيطان جه استقبله في المكان ده هو، وليس الملائكة في طبيعة بشرية وليس الشيطان أيضا في طبيعة بشرية. الشيطان روح، الشياطين دي أرواح والملائكة أرواح، والله ذو طبيعة سامية لا نستطيع أن ندركها. وزي ما قال لنا الله لم يره أحد قط، الله لم يره أحد قط بطبيعتنا البشرية. ولما حب ربنا يورينا ذاته أخذ جسدا، وهنا بقى بنوصل للتجسد الإلهي، إن لما العهد القديم أراد قديس موسى النبي في لقاء مع الله إن ياخد الناس كلهم يروح عند الجبل، فاكرين هيقابل واحد ويجي يكلمهم الحاجات دي كلها، فراحوا بقى كلهم. لكن مجرد ما حل الله بالطبيعة بتاعته صار الجبل يدخن وحسوا بزلازل ونار، فالناس خافت وقالوا لموسى لا 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 مش عايزين نتكلم ربنا خالص، مش عايزين نتكلم ربنا، احنا نمشي بعيد، وهربوا الناس كلها ما قدروش يكلموا ربنا. وجي ربنا قال لموسى فعلا هم احسنوا فيما صنعوا، ما قدروش يتقابلوا معايا بطبيعتهم خاطئه، ما قدروش يتقابلوا مع الله حتى في ظهوره بطبيعه خاصه. فأداها لموسى النبوة العظيمة الموجودة في سفر التثنية في الإصحاح 18، لما ربنا قال له أن موسى قال لهم أن الرب يقيم لكم نبيا من إخواتكم له تسمعون، وأن النفس التي لا تسمع لهذا النبي تقطع هذه النفس. طب ما أنت موسى نبي عظيم، ده موسى بيسمى العظيم في الأنبياء، ده موسى ده كليم ربنا، مين خد المكانة دي إن نتكلم مع ربنا؟ يظهر ربنا في العليقة المشتعلة بالنار ويتكلم ربنا مع جبل 40 يوم في 40 يوم. وبقى موسى اللقب المشهور عنه كليم الله، اللي ربنا بيتكلم مع موسى فما الأذن. لكن الناس خافت، فجي ربنا أخذ جسد لكي نستطيع أن نراه، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، وده اللي احنا شفنا فيه السيد المسيح له المجد في ظهوره بيننا، وقدر كل يتعامل معه ويتلامس معه يقدر يعرف. لكن طبيعة الله لا نراه. فما هنا يتكلم عن لقاء الله مع الملائكة، ده لقاء روحاني، والشيطان هنا دخل في هذا اللقاء، مش اجتماع مغلب الشيطان فيه، لكن ده يورينا ان الشيطان بيقدم شكاوى ضد اولاد ربنا. عشان كده في سفر الرؤيا تسمعوا في سقوط الشيطان يقول الان قد سقط المشتكي على عبيد الله، اللي بيشتكي علينا قد سقط الان. يبقى هنا قبض على الشيطان، ودي بقى الدينونة بتاعت الشيطان، من بالكم؟ فيبقى هنا الشيطان بيقدم شكوى بطريقة روحانية. أنا لما بقف أتكلم أنا موجود فين دلوقتي؟ أنا بتكلم في الصلاة، أنا في حضرة الله، أنا بتكلم ربنا. لو كنت فاكر أن أنت بتصلي وربنا مش موجود يبقى إيه معنى الصلاة؟ ودي لازم ناخد بالنا منها، إن إحنا وإحنا بنصلي نحن في حضرة الله حينما نصلي.
حضرة الله إن أنا نصلي. وزي ما بنصلي وقت القداس الإلهي بنقول إذا حينما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، نحسب كالقيام في السماء. فلما أنت بتصلي ما كنا بنصلي دلوقتي وإحنا قاعدين دلوقتي بنتكلم، إحنا مش قاعدين لوحدينا، قاعدين في وجود ربنا. عشان كده ما يقدرش الإنسان في لقاءاته إن يتكلم شيء إلا بمشيئة الله. وده اللي قاله ربنا إن الروح القدس يتكلم على ألسنتكم. وده اللي قاله القديس بولس الرسول بيطلب من الجموع، صلوا من أجلنا لكي يعطي الله لنا كلمة في افتتاح فمنا. وربنا قال حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أكون أنا في وسطه. يبقى الاجتماع اللي احنا فيه ربنا موجود معانا. عشان كده طلبتنا بالإيمان بتقبل أمام الله مباشرة. فإذا الشيطان اتكلم مع ربنا، فلما يتكلم مع ربنا هو في حضرة الله، لكن ما راحش طلع فوق في السماء وفي مكان وما قدرش يتقابل مع ربنا. احنا قاعدين مع ربنا، احنا على الأرض اهو، وربنا موجود في وسطينا، ربنا موجود في وسطينا. وياما فيه قصص حقيقية لآباء وأمهات كثيرات من المؤمنين العابدين بثقة لله في ظهور ربنا وحلوه معاهم، وشوفوا ربنا موجود معاهم فعلا في حاجات كتير زي كده. فيبقى هنا ما نتخيلش ان الشيطان طلع وفي اجتماع ودخل جوه الاجتماع زي ما احنا اجتماع كده، ويجي الشيطان يدخل الاجتماع نقول لا ده حاجة تانية، هنا عمل روحاني. والشيطان بيشتكي علينا، ممكن واحنا موجودين الشيطان بيدخل ويحط افكاره الشريرة بيننا ويخلينا نفكر افكار شريرة. ما هنا الشيطان اتقابل معنا، هو اتقابل معنا الشيطان. فيبقى هنا الامر ده ليس حضورا ماديا لكن حضورا روحانيا. والشيطان يقدر يتكلم مع ربنا من اي مكان، يعني يقول لك في حضرة الله لانه موجود، ربنا موجود في كل وقت. والشيطان بيشتكي فالشيطان فربنا سمع الشكوى بتاعته. هل له صلاحية الحركة؟ الشيطان كروح الأرواح هائمة لها حرية الحركة، الأرواح لها حرية الحركة. يعني ما احنا موجودين البيت ده هو بيت الله، بنسميه بيت الملائكة، بيت الله بنسميه بيت الملائكة، بمعنى ان في ملائكة حاضرة معنا، ملائكة حاضرة معنا، لأن البيت ده بتخدمه الملائكة، لأن ده بيت الله، فبيت ربنا بيخدمه الملائكة. ولكننا لا نرى الملائكة، لا نرى الملائكة، ولكن أرواحهم موجودة معنا، فأرواح الملائكة موجودة. والشيطان لأنه لم يكن قد قيد بعد، الشيطان ما كانش مقيد، فالشيطان كان ليه حرية الحركة في أن يقدر يتحرك كروح، يتحرك كروح. لكن لما الشيطان يقيد، ودي اللي قالها السيد المسيح له المجد عند الصليب، قال رئيس هذا العالم قد دين، رئيس العالم هو الشيطان قد دين، دخل في الدينونة ودخل في القيد. الشيطان اتقيد عند الصليب كلاودهيا، تكلمنا عنها قديس بولس الرسول هو بيتكلم معه في الرسالة إلى أهل فليبي، وبيقول لهم في الإصحاح 2 بيقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في السيد المسيح يسوع له المجد، إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. يعني هو والله واحد ليس اختلاسا، ولكن ده حق أو حقيقة إن هو والله واحد، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة العبد
صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكسو باسم الرب يسوع كل ركبة، ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، يعترف كل لسان أن السيد المسيح لمجد الله الآب. يبقى هنا بيتكلم عن المجد اللي ربنا أخده بالصليب. وبعدين يجي في رسالة كلوسي في الإصحاح الثاني برضو، يعني هنا وإذ كنا أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا اللي هو الدينونة بتاعتنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. خدوا بالك بقى من الآية 2:15 كلوسي، إذ جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يبقى هنا بيتكلم عن تجريد الرياسات والسلاطين، الشياطين دول درجات، كانوا منهم رؤساء ملائكة وسلاطين، دي كلها درجات ملائكية، فكان عندهم الطبيعة دي، فربنا جردهم بالصليب. يبقى هنا دخلوا في القيد، وده اللي بيقول الشيطان قيد بالصليب. عشان كده احنا في العهد الجديد لنا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، لنا سلطان نحن ندوس على أعمال الشيطان لأن أصبح مقيد. مقيد مش معنى أن جابوا له سلسلة وأيدوه وربطوه وحبسوه، لا، مقيد يعني ملكش حرية أنك تقدر تحارب المؤمنين ولا تغلبهم زي ما كنت بتعمل في العهد القديم. في العهد القديم يقول لنا إيه؟ كل نفس خضعت للشيطان، ليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد، الشيطان انتصر على كل. في العهد الجديد لا، بنلاقي كلنا منتصرين على الشيطان، بندوس على الشيطان تحت أقدامنا، بنقول زي ما قال السيد المسيح له المجد اذهب يا شيطان، يذهب الشيطان. طب امتى بقى الشيطان بيتغلب علينا؟ لما انا بسلم له ارادتي، لما انا بسلم له ارادتي. وانا قلت لكم المثل ده كتير، وهو مثل سهل وبسيط، بتاع الواحد اللي يدخل حديقة الحيوانات تفرج، جايز هنا مفتوحة شوية، لكن في أماكن تانية بحطهم جوه إقفاص بسلك كده. فواحد دخل حديقة الحيوان وبعدين الأسد عضه، فراح يطلب تعويض من من المسؤولين، يعني قال لهم الأسد عضني، أو مش ممكن، قال لهم ايه شايفين أنا اتعضيت وعندي إصابة، عايز يقول تعالى وريني الأسد عضك إزاي. فراح قالوا فين عضك؟ قال لهم هو اللي جوه القفص ده، طب عضك إزاي؟ قال لهم أصلا أنا حطيت إيدي فهو إيه عضني. قال له إحنا مسؤولين برضو أنك تعمل كده. فربنا قيد الشيطان، لكن أنا بعمل إيه؟ أنا اللي بروح له، أنا اللي إيه بروح له، أنا اللي بخبط على بابه، أنا مدي إيدي للشيطان، أنا اللي بتعاون مع الشيطان. عشان كده الشيطان مقيد، لكن أنا أقدر إيه سلم نفسي. لكن هيجي وقت ينتهي فترة القيد ويلقى الشيطان في بحيرة النار، دي بقى الدينونة الأخيرة. واللي احنا بنعيشه دلوقتي في بساطة دون ما أدخل التفصيل كتير حاليا، اللي بنعيشه دلوقتي هو ما بنسميه العصر الألفي، اللي ربنا قال لنا في سفر رؤيا أن الشيطان سيقيد، الشيطان سيقيد 1000 سنة. فاحنا بنعيش هذا القيد، مش 1000 سنة بالعدد، لكن 1000 سنة بالرقم الرؤيوي المعنوي. فاحنا عايشين في العصر الألفي ده، هو نحن ايه شيطان مقيد واحنا قادرين نغلبه، بالكم. لكن لما بنسلم نفسينا ليه هو بيغلبنا، ونرجع بالتوبة ربنا يدينا النصرة تاني، نقدر نرجع ونغلبه تاني ونقول له اذهب يا شيطان، يذهب عني الشيطان. يبقى هنا
الوقت الأخير بعد نهاية الألف سنة الرؤيوية سيلقى الشيطان في بحيرة النار والكبريت بعد معركة مع رئيس الملائكة جليل ميخائيل رئيس الملائكة. وده اللي احنا بننتظره قرب المنتهى. قرب المنتهى هيصل الأمر ده. إذن الشيطان حاليا مقيد الحركة، له صلاحية، ملوش صلاحية الحركة لكنه مقيد. لكن احنا لو رحنا له هنبقى احنا الغلطانين. وشوف هيقول له ما هو ولادك اللي بيقولش. تيجي ربنا يقول له انت ازاي تعمل كده في ولادي، يقول له هم اللي قولش، انا ما رحت لهمش، هم اللي قولش. ربنا يحمينا كلنا من التعامل مع الشيطان، واننا نترك الشيطان ان يكون ليه غلبة ونصرة علينا. لو أي حد عنده أي سؤال، لو فاكرين في الدرس الأسبوع اللي فات في المواعظ على الجبل، وقبل ما نتكلم في الموضوع ده بنرفع قلوبنا بالصلاة من أجل سيدنا الأسقف مرماري فيما حدث له. أكيد كل الناس عرفت، مش هنا بس، في العالم كله. طبعا أي خادم من خدام الرب بنصلي من أجله أن ربنا يحافظ عليه ونحميه من أجل أن يقول كلمة الرب في كل مكان. لكن عدو الخير بيحارب وبيحارب كلمة الرب، ولكنه لن يفلح، لكنه لن يفلح. زي ما شفتم يعني اللي داخل دون علشان متمرن ومتدرب أكيد يعني، وزي ما الأخبار بتقول يعني دي مش أول مرة يستخدم الضرب بالسكاكين. هو قبل كده سنة 20 دخل في حكاية زي كده برضو، من فترة من كم شهر دخل في حكاية زي كده، يعني واخد على الشغلانة يعني. ومع ذلك السكينة أو القطر اللي معاه ده هي ما تفتحتش. هو بيبص ليها بيقولها مش فتح، ما تفتحش ازاي، استغرب برضو مش هتفتح. فربنا في يده الأمور كلها، أمور في إيد ربنا، احنا أمورنا مش في إيدين الناس. ممكن ربنا يسمح كل ربنا رأي آخر أو إرادة أخرى وتكون صالحة، لكن يوم ربنا لن يسمح، لن يستطيع أحد أن يفعل بكم شيء. عشان كده الآية الجميلة حطها قدامنا في هذا الموضوع، ما قيل القديس بولس الرسول لا يقع بك أحد لأزيك، تكلم بكل مجاهرة، كلم بكلمة ربنا. وإحنا كمؤمنين الرسالة لينا لا نخاف ولا نضطرب. إحنا فاكرين طبعا كلكم أحداث مرت، سواء الأحداث بتاعت داعش والحاجات اللي مرت في بلاد العراق وسوريا والحتة دهية، واللي ابتدت بدايتها قبل كده لما ابتدت في العراق أيام سنة 2010 في كنيسة سيدة النجاة، وبعديها بثلاث أشهر زي ما هما وعدوا كانت في كنيسة القديسين عندنا في اسكندرية. نفس الشيء اللي اتعمل في سيدة النجاة اتعمل بعديها بثلاث أشهر في كنيسة عندنا في اسكندرية. واتعمل ليلة اللي حصل في سيدة النجاة كان يوم 31 أكتوبر 2010، اللي حصل عندنا 31 ديسمبر 2010. هما قالوا بعد ثلاث أشهر نفجر حاجة في مصر يعني، وفجروا الكنيسة ليلة رأس السنة والناس حاضرين بيصلوا. توقعوا إن الناس مش هتيجي الكنيسة خوفا، لأنهم منتشرين كانوا في الوقت دون الإخوان المسلمين هجد منتشرة في مصر بكثرة كبيرة جدا. فتوقعوا إن محدش هيجي ليلة العيد. ليلة العيد كان بعدها بست أيام، ولقوا الكنائس ليلة العيد مزدحمة ازدحام شديد جدا. اللي جرى أصل الناس دي ما بتخافش،
الناس دي حاميها ربنا، واللي ربنا بيسمح له بالاستشهاد بينال مكانة أعظم، بينال إكليل بنسميه إكليل الاستشهاد، فبيكون لي مكانة كبيرة خالص يعني. فكمؤمنين إحنا لسنا من هذا العالم، إحنا من السماء، إحنا من السماء، ولما بنرجع السماء بنرجع فرحانين، رجعنا إلى موطننا الأصلي وكلنا راجعين السماء، وهناك هياخد الإنسان إكليل الكرامة والمجد مع السيد الرب يسوع. ولنا ربنا من يغلب سأجعله أن يجلس في عرشي كما غلبت أنا أيضا في عرشي. طبعا نتذكر وبنطلب الصلاة والسلامة لأبونا الأسقف مرماري والأب القسيس إسحاق. أبونا مرماري من أولاد هذا الاجتماع، تتلمس في هذا الاجتماع لمدة 20 سنة، كان بيحضر صفة مستديمة في هذا المكان في الدكة الأخيرة باستمرار، ومع الكتاب بتاعه وبيكتب ملاحظاته وأسئلته باستمرار بمتابعة إلى يوم رسمته في أغسطس 2011، وجي ألقى محاضرة هنا، دعيته ساعتها كواحد من أولاد الاجتماع، قلت له طب تعالى اتكلم بقى النهاردة أنت جاي ضيف يعني، فاتكلم عن السيدة عذراء وليدة الله. اتكلم افتكر بعض اللي كانوا حاضرين، في بعض مننا كان حاضر لغايه دلوقتي، وجايز في المحاضره دي موجوده عندنا، يا ريت لو نقدر نبقى نسمعها، لان كان صيام العذراء. فاتكلم عن القديسه مريم العذراء والده الله، يمكن هي دي النقطه اللي فيها الخلاف مع نسطور، لكن هو اتكلم انها والده الله، إن القديسة العذراء مريم زي ما قال الكتاب القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فهي قد ولدت ابن الله بالحقيقة. والأب إسحاق كان لوقت قريب باستمرار قاعد جنب الصورة بتاعت ماري جرجس هنا يحضر الاجتماع معانا بصفة دائمة، فهم أباء تتلمذوا وتباركنا بأنه يكونوا معانا في الاجتماع بصفة مستديمة. ربنا يبارككم ونسمع عنهم كل أخبار خير وطيبة وشهادة للرب، وزي ما قال القديس بولس في رسالة روميا صح 8، كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. بنصلي من أجله، بنصلي من أجل كل الشعب وكل الكنيسة وكل أولادنا اللي تأذوا أو تضرروا، وإن ربنا يديهم سلام حقيقي يفرح قلوبهم ويقوي إيمانهم. نرجع لدرسنا في الكتاب المقدس. كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات عن الكلمات البسيطة اللي قالها السيد المسيح له المجد في آية 31 و32 من إنجيل معلمنا متى صح 5 في الموعظة على الجبل، لما قال وقد قيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا جعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. وقلنا إن السيد الرب في نسبة الموعظة على الجبل كلها لما يقول وأما أنا، لأن هو بيتكلم إن هو واضع الناموس وهو واضع الشريعة، فهو الإله الذي يشرع، لما يقول أمر يبقى هو دون الحكم الإلهي في هذا الأمر. والسيد المسيح لم يأتي لينقض الناموس زي ما قلنا في بداية الموعظة على الجبل، شرحناها دي بتفصيل، لكن جاء لكي يكمل. ما قلناش لأن الناموس ناقصا، ولكن يكمل المفهوم اللي يعيشه الناس. الناس خدوا الناموس بمجرد أنه تعليم مادية يعيشوها، لكن ربنا جاء عشان يدخل إلى العمق، إنك تعمل الشيء بالروح ويبقى تنفيذك للأمور بإيمان حقيقي، ما هواش مجرد خوف من القانون. يعني في إنسان عاوز يعمل هذا منه بس عايز يتخبى من القانون، زي تلميذ في المدرسة مثلا عاوز يغش لكن خايف من القانون لو شافوه، فيبتدي يعمل أي وسيلة
يغش بيها، زي تاجر ما هوش أمين وعارف إن القانون بيقول له الحاجة دي تعملها كده، هو يغش المادة اللي بيشتغل بيها سواء مواد تتاكل أو منتجات أو أي حاجة، يغشها عشان يكسب، يجيب خامات رخيصة والخامات الرخيصة ما تعيش ويلاقي المنتج بيتلف بسرعة عشان مكسب. هنا بقى ربنا قال لنا لا، كن أمينا. فهنا قدام الناموس أنا ما غشتش، أنا عملت اهو، قدمت منتج وزي الفل، بس أنت غشش من جوه. هنا جه ربنا يكمل هذا الأمر. ما تقدرش تقول إن أنا لا أقتل وأنت بتغضب وبتسير اللي قدامك وبتحرق دمه، بتعمل كل ده ولا ما قتلتوش خالص، وجيله ذبحة وجيله هارت أتاك وراجل يموت وتروح تعزي في الجنازة بتاعته تقول يا حرام ده كان راجل كويس، طب واللي انت عملته في ده كله؟ ولا حاجة، أنا ما قتلتوش حاجة أبدا. أمال يعني أنا ولا حاجة؟ أنا قدام القانون ما عملوش حاجة، قدام القانون ما عملوش حاجة، لكن قدام ربنا. فجي ربنا قال بقى إيه؟ لا تقتل، معناها إيه؟ لا تغضب على أخيك باطلا. يبقى هنا ربنا ما غيرش الناموس، لكن ربنا كمله، بمعنى خليك عميق في تنفيذ الوصية، مش تغضب واللي قدامك يتنرفز واللي قدامك يعي وقدامك يحصل حاجة وما تمسكش سكينة وتقتله ولا تمسك مسدس وضرب ولا حاجة، ما عملتوش حاجة، وتاخد الورد وتروح المستشفى، ما ينفعش. الأمر هنا أنت قتلت، أنت قتلت. عشان كده داود النبي قال إيه؟ قال نجيني يا رب من الدماء. وعشان كده إحنا سيد المسيح له المجد قال لنا من يعثر أحد هؤلاء الصغار مؤمنين باسمي. الإنسان اللي يعثر واحد ممكن يوصله لإيه؟ للقتل. الإنسان اللي عثرته مات روحيا، فأنا قتلت أكتر من القتل الجسدي، أنا قتلت روحيا ودخل جهنم، ده أخطر بكتير. ده يمكن الواحد مات جسديا وبعد كده في السماء هيقوم، هما الميتين ده الموت بالنسبة لنا ولا حاجة، الموت بالنسبة لنا ولا حاجة. والسيد المسيح قال لنا كده لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون. ما تخافوا من مين؟ خافوا من الذي بعدما يقتل الجسد له سلطان أن يلقي في جهنم النار، هو ده اللي نخاف منه. فلو قتل الجسد ولكني أنا حي بالروح فيش مشكلة. يوحنا المعمدان قتل جسده، لكن يوحنا المعمدان له مكانته الكبيرة في السماء، لا يستطيع أن يقول أنه قتل. حتى على الأرض هيرودس لما سمع عن السيد المسيح له المجد اضطرب، قالوا مالك؟ قال لهم ده يوحنا المعمدان اللي أنا قتلته. ده أنت تقول اللي أنا قتلته، بتقول يوحنا المعمدان اللي أنا قتلته؟ يعني لسه عايش، في فكره أنه لسه عايش. فإذا الموت لا تأثير له، لكن خطير أنك تميت إنسان روحيا، تميت إنسان روحيا، تحطمه روحيا، تحط عثرة في حياته فيهلك هذا الإنسان. هنا يبقى ربنا يطلبك بدمه الأبدي، مش مجرد الدم الأرضي بس، تبقى خطيرة قوي. عشان كده ربنا حذرنا من العثرة، حذرنا من العثرة وحذرنا من الإدانة، لأن جاز وأنا بدين إنسان وأحكم عليه وحطمه، وجاز يكون إنسان ده بريء. عشان كده قال لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا، وقال لنا من أنت من تدين عبد غيرك، وقال لنا لا تحكموا حسب الظاهر. موضوع الإدانة ده هيجي في صح 6، لسه نجيل تاني بعد شوية. لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. الناس بتحكم حسب الظاهر، بشوف إنسان كده وبحكم عليه، لكن ما بحكمش الحكم العادل بتاع الحقيقة الموجودة. فربنا لما وصل لموضوع، فهنا قلنا ربنا بيكمل في التعليم بتاع الناموس، وربنا بيكمل الرموز، لأن الناموس كان فيه رموز ربنا كملها، في الفصح ربنا كمله بالصليب، يبقى لكم في
الختان ربنا يكمله بالمعمودية، هو استمرار ختان بس اختار روحي باسم المعمودية. في ربنا بيكملنا الغذاء، أعطى المن، ربنا بيكمل لنا بالمن السماوي، خبز الحقيقي النازل من السماء اللي يعطي حياة أبدية لمن يتناول منه جسد والدم بتاع السيد الرب يسوع المسيح أو المجد. فهنا يبقى ربنا جاي يكمل الرموز، يا بيكمل المفهوم الروحي والحقيقي وبيكمل الرموز، فهو مشرع الشريعة كلها ولكنه لم يغير شيئا، ولكنه كمل كل حاجة شريعة أبدية. ما جاء ربنا في موضوع الطلاق، زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات، أنا هلخص اللي قلته بسرعة، إن هي بيكلم من طلق، يعني بعتبر الإنسان هو اللي بيطلق، من طلق امرأة واحد وهو بيطلق، يعني حاليا دلوقتي يعني واحد أو واحد اللي بيمشي على الرجل يمشي على المرأة. فاللي بيطلق قال له لا حق لك في الطلاق، شخصيا مش هو الطلاق إلا في حالة واحدة، وهي حالة الزنا. زي ما قلنا من البداية في سفر التكوين، ربنا ما خلق آدم وحواء، جاب حواء لآدم وقال لهم، قال لآدم إن هذه هي امرأتك، وآدم قال إنها أخذت امرأة لأنها أخذت من امرئ هي من لحمي ومن عظامي، وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكون الإثنان جسدا واحدا. فلما بيدخل جسد آخر يبقى بيفصل الجسد الواحد، فهنا قال له دي الحالة الوحيدة اللي ممكن فيها طلاق. لكن زي ما قال السيد الرب في إنجيل متى 19، لما سألوه قالوا له هل يحق للرجل أن يطلق امرأته لأجل لكل علة 19، فقال لهم السيد الرب لا، لم يكن هذا من البدء، من البدء ربنا خلق امرأة واحدة لرجل واحد، ولكن من أجل قساوة قلوبكم موسى أذن لكم، موسى أذن لكم. يبقى في طلاق بإذن من موسى، وموسى لا يعطي إذنا من عنده، موسى كنبي الله كل أمر بيخدمه ربنا، داش موسى يعمل حاجة من عنده. كلكم موسى ممكن يؤمر يقول لهم أنا هزل لكم تعملوا أنت عايزين تعملوا ده، لا أكيد ربنا. موسى رجع لربنا، وزي ما قلت لكم في أحداث كتير بتوري زي موسى كان يرجع لربنا. فموسى رجع لربنا وقال يا رب الناس دي بتعمل في قساوة قلب في حياتهم الزوجية، في إنسان ظالم، في إنسان بيسبب مشاكل وخطورة على حياة الطرف الآخر، في إنسان بيذل الإنسان الآخر، في إنسان بيعمل وبيعمل، ده ممكن يؤدي إلى حاجات خطيرة في الزواج، يؤدي إلى حاجات خطيرة. فهنا قال لهم طيب أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، يبقى في إذن الطلاق. فقلنا ده اللي داخل في حكم إيه؟ كنيسة أو حكم الكتاب المقدس، إن ممكن يكون في زي ما أعطى الرب السلطان للكنيسة، ما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلون على الأرض يكون محلولا في السماء. فأعطاهم سلطان الربط وأعطاهم سلطان الحل. يبقى هنا لما يكون في هذا السلطان ويجي يأمر بالربط أو الحل، سماح أو الإذن، يبقى ده جاء من عند ربنا، وده اللي سميناه التطليق. يبقى في فرق بين طلاق وتطليق. طلاق دي الإرادة المنفردة، وده غير مسموح به كزواج مسيحي من عند ربنا. لكن في التطليق وده الإذن اللي معطى بقى من موسى النبي، أو ربنا أعطى لموسى وربنا معطيه للكنيسة من خلال الحل والربط. والكنيسة هنا بتعمل الكلام ده إزاي؟ لما نفهم الآية أو نفهم الكلام إن لا طلاق إلا لعلة الزنا، بمعنى إن الكنيسة مش هتسمح بالطلاق إلا لو الأمر هيؤدي إلى الزنا. ما تفهمناش، بعض الناس يفهموا لك الكنيسة تقعد كده ساكتة ربط أيديها لغاية ما يحصل زنا، بعدين يقولوا بس
في حالة زنا تعالوا هندي طلاق. طب وانت قاعد ربط ايديك ليه؟ الكنيسة دي أم بترعى أولادها وبناتها، فالكنيسة شايفة أن في حالة ستؤدي إلى الزنا، قسوة قلب هتؤدي إلى الزنا، فالكنيسة تمنع إيه؟ تمنع ده من الأول عشان ما نوصلش لإيه؟ للزنا. بالكم يعني في واحد بطفل صغير مثلا بيلاقي قدامه شبطان في سكين عايز يلعب بيها ويصرخ، بيصرخ لازم ويقعد يصرخ عايز ياخد سكينة، تديله سكينة بعدين لما يعور نفسه تقول له عرفت بقى الغلط، تعملش كده تاني، الأصل هتعمل له ايه؟ تشيل منه السكين الأول، أو زي ما بيعملوا دلوقتي تعمل سيفتي في البيت بتاعك، الأبواب مثلا بيعملوا لها حاجات كده سيفتي، ما تفتحش الباور بوينتس بتاعت الكهرباء بيحطوا لها سيفتي عشان ما يحطوش إيديهم فيها، الستوف المكان الطبيخ والحاجات دي بيحطوه بطريقة معينة عشان ما يوقعش حاجة سخنة عليه، ولا تقول لا لما يبقى حاجة سخنة بقى نعملها، لا اعمل حماية من الأول. يبقى هو ده التطليق اللي تسمح به الكنيسة، حماية لكي لا يحدث الخطية القاتلة المميتة اللي ممكن تبقى خطية صعبة وتضيع أسرنا وتضيع أولادنا وتضيع بناتنا، فالكنيسة تدخل هنا في الوقت ده. ودون كان ملخص، قلنا بس الأمر دون بيهتم لينا أننا لازم نعرف طريقة الاختيار عشان نختار بعضينا. آدم ربنا هو اللي جاب له حواء، فجايبها له يعني مضبوطة خالص، فعشان كده لازم نرجع لربنا في كل اختيار، نصلي ربنا قول له يا رب أنا بفكر في حواء، فياريت يا رب تختار لي حواء من عندك بالطريقة بتاعتك، وندخل بروح الصلاة نطلب أن ربنا يرشدنا. دي نقطة مهمة جدا، لأن الإنسان أحيانا بياخد الحكاية دي على رأي أحد الآباء، قال هو ليه الطلاق بيتم لأتفه الأسباب؟ قال له عشان الجواز بيتم لأتفه الأسباب، بيتجوز أي حد، واحد قابل واحدة في ملعب ولا قابلها في حفلة ولا قابلها في أي حاجة، حتى في كنيسة مجرد مقابلة ده انبهر بالمنظر، أنا عايز فلان دي، تعرف عنها إيه؟ صليت ربنا طلبت ما أعرفش حاجة بس أنا دي عجبتني خلاص، أو واحد يعرف فلانة دي عندها مميزات كذا، أو فلان ده عنده مميزات كذا، وده عنده عنده عنده، وأنا أحب اللي عنده الحاجات دي، لكن مش الإنسان نفسه، تحب الحاجات اللي عنده أو بعض الصفات اللي فيه، لكن مش نفس الإنسان وروحه. عشان كده الاختيار لابد أن يكون مبني على أساس أنا بختار، فبطلب الأول مشورة الله، وبعد كده ما أمونش بقى بحكات من أول نظرة دي يعني، وخلاص بقى جاي سيجي بس بعد الصلاة برضو والعبادة والحاجات دي، فربنا يوفقني ليها، وبعد كده أبتدي أشوف التوافق اللي بيننا وبين بعضينا. وزي ما قلنا برضو الأسبوع اللي فات ونبه ليها لنا أحد الإخوة اللي موجود معانا، وقال وحدانية الإيمان، وحدانية الإيمان إن لما اتنين يرتبط بعضهم مختلفين في الإيمان، فأولا من جهة الإيمان المسيحي لا يمكن أن يكون هناك ارتباطا إلا في الرب فقط، وديا رسالة إلهية قالها القديس بولس الرسول في رسالته لأهل كورنثوس للإصحاح السادس، الإنسان يرتبط بالرب فقط، بالرب فقط، في الإصحاح السابع من رسالة كورنثوس الأولى، وفي الإصحاح السادس من رسالة كورنثوس الأولى قال لا شركة بين النور والظلمة ولا شركة بين المسيح وبلعال، المسيح هو النور غير المسيح هو الظلمة، مش واحد يوحي من شركة بين النور والظلمة ويقول كل واحد يبقى على دينه أو كل واحد مش عارف يبقى إيه. لا لا لا، دي خديعة من الشيطان، خديعة من الشيطان، فمش ممكن يكون اختلاف في الإيمان،
كلش اختلاف في الإيمان. لكن في نقطة كمان ضرورية بقى، يبقى نقطة اختلاف الإيمان دي مرفوضة تماما. برا المسيح لا يوجد ارتباط، برا المسيح لو المجد لا يوجد ارتباط. النقطة الثانية الإيمان بقى بحياة معاشة، ليه بنسميها العقيدة اللي بنعيش بيها. اثنين يجوزوا بعدين واحد يقول أنا بمشي حسب العقيدة، مثلا سين مجرد يعني مثال يعني ليس أكثر، أنا ماشي على العقيدة السريانية. واحد تاني يقول له وأنا اخترت واحدة من العقيدة الأشورية. ده مسيحي ده مسيحي، لكن ده سرياني وده أشوري، هم دول وحشين؟ لا مش وحشين، بس لما عيشوا مع بعض يبقوا اتنين واحد ازاي؟ إن لم يتفقوا على أن يتبعوا مذهبا واحدا عشان توحيد العبادة. هيجوا في بيت يصلوا يقول لا شو بقى أنا صلي بطريقة أشوري، يقول لا أنا صلي بطريقة سرياني مش أصلي بعض، أنا راح الكنيسة السريانية، يقول لا راح الكنيسة الأشورية. طيب هي ده يروح لوحده وده يروح لوحده، بعدين يطلع العيال أروح الكنيسة بابا ولا كنيسة ماما، بعدين يطلع نتيجة إيه؟ لا رايحين كنيسة بابا ولا كنيسة ماما، هنروح إيه؟ هنروح الشوبينج، ما يروحوش ويضيعوا العيال. عشان كده وحدانية العقيدة مهمة، مش إن إحنا بنقول العقيدة دي غلط والعقيدة دي غلط أو دي صح ودي صح، لا هنقول يعني علشان يعيشوا عقيدة واحدة مع بعض. بيجوا صوموا صيامات مختلفة بين العقائد وبعضها، طقوس مختلفة، ده بيصوم بطريقة معينة، كنيسة تانية دي بيصوم بطريقة تانية، وكنيسة التالتة ده مواضيع الصوم مختلفة من جميع الكنائس على فكرة. وبعدين يجي أنا صايم تاني بس أنا ما عندنا الصيام، أنا فاطر، طبعا عايزين نمارس طقوس الصيام مع بعض، لا بعدين يجي هتختلف الأمور. فعشان كده بنسميها وحدة العقيدة، بمعنى اتفقوا مع عقيدة واحدة نعيش عليها بعد الزواج، يبالكم؟ وليس رفضا للعقيدة الأخرى، مش رفض ليها، ولكن إيه؟ وحدانية الزواج لكي نكون جسدا واحدا. زي ما قلت احنا جسد واحد، مش في الـ هنبقى مثلا بدل ما اربع ايدين هنبقى بايدين اتنين، وبدل اربع رجلين هنبقى رجلين اتنين بس، لا جسد واحد بمعنى اننا نعيش في وحدانية الايمان، لنا فكر متجه واحد، لنا عقيدة واحدة، بنصلي بطريقة واحدة، بنتعامل بطريقة واحدة، لنا وحدانية فيها هارموني مع بعضينا. ده مفهوم الـ الوحدة في العقيدة. جايز البلاد اللي برا بلادنا يعني سابقا يعني جايز في بلادنا في أمور أخرى، يعني مثلا أنا لا أعرف كثيرا عن غالبية البلاد في قوانينها في الجواز، لكن مثلا أعرف عن مصر لو اختلف الطرفين في العقيدة رغم أنهم بيصلوا مع بعض في كنيسة واحدة وبيصوموا مع بعض، يعني إحنا مثلا عندنا في مصر الكاثوليك بيصوموا معنا في نفس المواعيد، يعني هنا مثلا كاثوليك بيعيدوا عيد القيامه في ميعاد تاني، واخدين بالكم؟ احنا في مصر لا، الكاثوليك بيعيدوا معانا في نفس العيد بتاعنا وبيصوموا معانا نفس الصيام، بيصلوا نفس القداس بتاعنا مش نفس القداس الروماني، بيستخدموا القربان زينا مش بيستخدموا النظام الاخر بتاع الكاثوليك اللي موجود في العالم، بيناولوا دم لان في كنائس في كاثوليك ما تناولش الدم، لا الكاثوليك عندنا لدرجة أن أنت لما تشوف القداس الكاثوليكي ما تعرفوش هو إبطي ولا أرثوذكسي ولا كاثوليك، هو إبطي ويصلوا باللغة الإبطية زي ما الأرثوذكس بيصلوا باللغة الإبطية. إذا لن تستطيع أن تميز بين الكاثوليكي والأرثوذكسي في مصر من جهة العبادة، إننا بياخدوا نفس الكتاب بتاعنا، نفس الكتاب اللي بيطبق في الكنيسة الإبطية هم اللي بيصلوا بيه عندهم، نفس كتاب المعمودية هي المعمودية بتاعتنا بياخدوه من عندنا كلهم، لأنه كاتوليك أقلية فبياخدوا الكتب من الكنيسة الإبطية كلها. لكن يوم ما يحصل مشكلة، يوم ما يحصل مشكلة والمشاكل دائما مفيش مشاكل بين الرجل والست، يروح بقى على طول إيه؟ يطلع محامي، الشيطان يعني شغال معه كويس قوي،
يقول له يا مراتك دي أصلا كانت إيه؟ دي كاتوليك، خلاص هيجيب لك طلاق في يوم وليلة. يخش المحكمة يقول له دول مختلفين الملة، في مصر في قانون يعني أعتبره قانونا، القانون المفروض تكون قوانين عادلة، فهو قانون غير عادلا. يقول لك لو اختلفت الملة عند المسيحيين تطبق عليهم الشريعة الإسلامية. يا يعني أنا كاثوليك ومراتي أرثوذكسية واختلفنا، نخش المحكمة هتحاكم بالشريعة الإسلامية فيحكم بالطلاق من أول جلسة، لأن المسلمين لو قلت روح أنت طالق بقى الطالق، ويحكم بال مش عارف بقى القوانين التابعة لهذا كله، وندخل متى؟ فعشان كده بلد زي مصر ما ينفعش فيها ان حتى يكونوا من ملتين، عشان كده مسميننا المتحد الملة. طريقة الجواز الورقة المكتوبة بتاع الجواز يكتب عليها زواج متحد الملة، فلازم ناخد بالنا من الحتة دي. لكن زي ما بقول لكم احنا بالنسبة لينا هنا موضوع ما تهمش قانونا يعني، لكن بتهمنا من حياتنا الروحية، إن الأسرة كلها الوحدانية يعيشوا في روح وحدانية واحدة، مع محبتنا لكل المسيحيين وتقديرنا لكل المسيحيين، لأن الرب دعانا أن نحب بعضنا بعضا. إحنا لينا كلنا المسيح الواحد، لأن لنا كلنا إخوات في المسيح، نحب بعض ونصلي من أجل أن تصل الوحدة الكاملة. رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، زي ما قال القديس بولس في رسالة أفسس في صح 4، نوصل لهذا الأمر. يبقى دون المفهوم لازم يكون موجود عندنا. نحافظ على الزواج زي ما قلنا في الأسابيع اللي فاتت، لا نسمح لآفات تدخل في حياتنا الزوجية. أول آفة في الحياة الزوجية روتين الحياة، يعني جوزين بقى لنا كذا سنة وخلاص، يعني مفيش المحبة اللي كانت موجودة، مفيش الاحترام اللي كان موجود، مفيش الكلمات الحلوة اللي كانت موجودة، مفيش التلامسات اللطيفة. احنا كبرنا بقى الحاجات دي، ما ينفعش الكلام ده. عشان كده قال لنا القديس بولس لألا يجربكم الشيطان في عدم نزاهتكم. فآفة خطيرة جدا في حياة الزواج وهي روتينية الحياة، ان الواحد يعتبر خلاص بقى، يعني يقول لك الجواز المسيحي ما فيهوش طلاق، هي مراتي زعقت لها هي مراتي، شتمتها هي مراتي، طردتها من البيت هي مراتي، هتخبط الباب وتيجي تاني هجري. لا حبيبي، ما ينفعش، دي اسمها قساوة قلب، فعشان كده خدوا بالكم أن يستمر الحب في الحياة الزوجية، يكون مستمر. تذكر وأنا في أحد المرات بصلي لأحد الأحباء اللي كان انتقل، وببعزي زوجته، فبتقول لي أبونا إحنا بقالنا 47 سنة عايشين شهر العسل واخلص لسه. كلمة أثرت في 47 سنة وعايشين مع بعض شهر العسل ولسه ما خلصش، ناس عجزوا عندهم ولادهم ولاد ولادهم، لكن محتفظين بشركة حب لما بعضيهم. دخلوا الكنيسة ماسكين ايدين بعض، ما يسووش بعضيهم، عايشين بالصورة الحلوة، عايشين مع بعض كأولاد ربنا. هي دي المطلوب، أن يكون في روتينية الزواج، الحب يستمر بيننا. وزي ما قلنا إن كان التوبة ضرورة للتناول فالحب ضرورة للزواج، والذي يفقد الحب فقد فقد قيمة الزواج. الزواج كسر إلهي لابد أن يكلل دائما بالحب، يعني في المحبة دايما. نقطة تانية من الآفات دخول الأطراف الخارجية اللي نسميها، ممكن تدخل تخرب شركة الزواج، ممكن يبقى لنا علاقات كتير، لكن خدوا بالكم
تخلوش علاقة من العلاقات تقدر أنها تتمادى وتعمل نوع من الانفصال بين الطرفين، بين الطرفين الواحد، زوج والزوجة اللي بقى واحد. فخدوا بالكم الحاجات دي، خدوا بالكم من التسيب، إن الإنسان يعني يتهاون بقى شوية. يعني التهاون ده بنبتدي كده سهل شوية، لكن في الآخر يؤدي إلى انحدار وضياع. حافظ على كرامة الزواج زي ما قلنا، ليكن الزواج مكرما. شوفوا الآية دي واضحة، ليكن الزواج مكرما والمضجع غير دنس. فهنا حافظ على كرامة الزواج، بنسمحش لأطراف تدخل تفرق. وزي ما قلنا الأسبوع الفات في سفر الأمثال، المكسر الأصدقاء يخرب نفسه. ما تقدرش الأصدقاء اللي يدخلوا بقى. وخد بالك من الأصدقاء اللي بره الإيمان، في الأصدقاء اللي من الإيمان طبيعي تاخد بالك منهم، ما تتهونش كلنا واحد في الحاجات دي كلها. لا، احتفظ بحدود جوه بيتك وحدود في حياتكم وعلاقتكم. أما بقى اللي من خارج الإيمان خد بالك، لأن دول بقى عناصر خطير. اوعى تقول لا دول زي اخواتي بالظبط، دول حبايبنا، دول اصل ما عرفوش القيم بتاعتك، ما عرفوش ان الزواج عندك زواج سرا الهيا. عندهم الزواج علاقه عاديه، ولو كون علاقه مع مراتك ما فيهاش مشكله، بالعكس بتبقى ايه يعني، هيجرى ايه بالنسبه له؟ ما يجراش حاجه، لكن بالنسبه لك انت خطيره. عشان كده خد بالك من الناس الذين لا يفهمون السر المقدس الذي أنت تعيشه. الناس مش فاهمة السر ده، فلست تاخد بالك. عشان كده قطرت بقى حفلات، والجيران اللي داخلة والصحاب اللي جايين والناس مش عارفينهم، والناس اللي بيخشوا بيتنا في أي وقت، ما أصل دول صحابنا ودول أخواتنا ودول حبايبنا ودول جيراننا ودول ودول ودول. لا 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 لا، خدوا بالكم، كل ده ممكن تكون أفات تخرب سر الزواج المقدس بينكم وبين بعضيكم. لكي نحافظ على هذا الأمر، نمرة واحد، علاقتك بربنا أنت وزوجتك، استمرارية الأسرار المقدسة، سر التوبة والاعتراف دائما، سر التوبة والاعتراف دائما، والإرشاد اللي تاخده من الأب الروحي في أول مشكلة وهي لسه صغيرة. عارف كده لما تلاقي حاجة كده في الجنينة عندك يعني صغيرة طلع، شدها تطلع، سيبها شهرين مش هتعرف تشيلها من الأرض، سيبها بقى سنة خلاص انتهى الأمر. فشيل الوباء بسرعة، أي خلطة حاجة غلط نشيلها بسرعة. الأمر الثالث، العبادة، الصلاة والصوم والكتاب المقدس المفتوح في البيت. كتاب المقدس المفتوح في البيت، مفتوح ونتعلم منه كل يوم، ده مهم قوي. الصداقة الروحية مع القديسين، تتعلم من حياة القديسين وإزاي عاشوا حياتهم. شوفوا واحد زي زكريا وإليصابات، بتقروا كده في الإنجيل فنلاقي الكلمات الناس كده يقروها بسرعة، لكن ما يخشوش في عمق كلمتين صغيرتين كده تقالوا على زكريا وإليصابات. دول كانوا عايشين إيه؟ ده كانوا وصلوا سن الكبر، سن الكبر خالص يعني. لكن يقول لنا عننا إيه؟ وكان كلاهما، الاثنين وكان كلاهما برين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. مع إن كان عندهم مشكلة، عندهم شولات، ولكن أمامهم لكنوا إيه؟ برين، كلاهما الاثنين برين أمام الله، مش قدام نفسهم يعني، ربنا شايف. سالكين في وصايا الرب وأحكامه وبلا لوم كل حياتهم. ده اللي مفروض يكون بيننا وبين بعضينا. هتلاقي البيت ده يبقى سما، بيت ده ونبقى سما. ما هوش مهم أبدا في حياة الزواج وجود الأولاد والبنات. سر الزواج لا يرتبط إن لازم يبقى فيه أولاد، عشان كده طلعت بدعة حين يقول لك طب أنا لو فيش عندي أولاد ينفع أعمل طلاق عشان أتجوز واحدة تانية ويكون عندي أولاد؟
نقول له مش داخل في سر الزواج. الولاد دول بتبقوا حاجة تانية لتنفيذ مشيئة إلهية ربنا بيديها لنا ومسؤولية ربنا بيديها. إن لم يعطينا هذه المسؤولية فلا تنتقش شيئا من محبة ومن قداسة ومن استمرارية سر الزواج المقدس. إن احنا ربنا وعشنا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي نكمل في الموعظة على الجبل اللي علمها لنا السيد المسيح الذي له المجد الدائم الأبد أمين. تفضلوا نصلي.